بحثت لجنة تنفيذ توصيات مؤتمر نعمل معا من أجل تحقيق تطلعات تشريعية في اجتماعها الثالث برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، بحث مع 5 جهات رسمية تعديل وتحديث القوانين المتعلقة بالخدمات الحكومية والإلكترونية. شهد الاجتماع حضور مسؤولين وممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وشؤون مجلسي الشورى النواب وهيئة التشريع والرأي القانوني وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك بهدف الوصول إلى صيغ توافقية حول التشريعات والقوانين. يشار إلى أن مجلس الشورى عقد خلال يوليو الماضي مؤتمرا بعنوان نعمل معا من أجل تحقيق تطلعات تشريعية، وشهد نحو 500 مشارك، وتناول 7 محاور تتعلق بالميزانية العامة للدولة وآليات دعم سوق العمل والتعليم والخدمات الحكومية والصحة والتوازن بين الجنسين. كان عندنا تركيز على الخدمات الإلكترونية، مدى سرعتها، جودتها، الترويج لليوم الحكومة الإلكترونية ماذا تقدم، على أساس يعلم المواطنين تماما أن في خدمات موفرة بهذه الطريقة. حرصنا أن يكون هناك سهولة ويسر للوصول لها. ناقشنا أيضا بالذات المراكز الشرطة آلية التعامل مع الشكاوى المقدمة من المواطنين، كيفية التصرف فيها، إخراج ما يخضع للشق المدني عن الأخذ بمثل هذه الشكاوى وتركها للمحاكم العادية، والسرعة في أيضا التصرف في الشكاوى الجنائية. أيضا استمعنا لرأي مهم مع هيئة التشريع والرأي القانوني، ناقشنا في أمرين مهمين اليوم: المدى التزام القرارات الصادرة تنفيذا للقوانين المعمول فيها في حدود القانون وعدم تجاوزه. الأمر الثاني أيضا ناقشنا معهم اليوم إحنا كمجلس نواب ومجلس شورى لما نتقدم باقتراحات بقوانين، ما هي ملاحظاتهم فيما يتعلق في الصياغة ومضمون هذه التعديل. استمعنا لهم ما الذي يعيق فكرة أن يكون هناك فعلا إخلال في جوهر الاقتراح، أو يكون المشرع ما قاعد يعني يأخذ بالموائمة ما بين التشريعات الحديثة الصادرة وفكرة الاقتراح الصادرة. تم استعراض أحدث أو ما توصلت إليه هيئة المعلومات من هذه الخدمات وكيفية تطويرها وإيصالها حتى لذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا كبار المواطنين، وحاولنا أن نستعرض الآليات كيفية التحسين وكيفية الترويج لهذه الخدمات التي نسعى فيها بارتقاء مملكة البحرين، خاصة ونحن نحمل تشريعات وطنية إلكترونية متقدمة مقارنة مع الدول المجاورة أو حتى عالميا. أبدينا ملاحظاتنا على بعض التوصيات اللي طرحت بأن الوزارة تعمل على يعني إيجاد يعني أنظمة جديدة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية، منها الهيئة الحكومة الإلكترونية ووزارة الداخلية ووزارات الأخرى في الدولة، وبالتعاون أيضا مع السلطة التشريعية يعني المستمر اللي دائما إحنا نتطلع فيه إلى إيجاد أفضل السبل وأفضل لتقديم خدمات للمتقاضين تكون سهلة وسلسة.